أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من الشارع المصري. بدأ العد التنازلي والمصريون جميعا في انتظار كلمة الصندوق. انحسمت الآن المنافسة ما بين اثنين من المرشحين على رئاسة مصر. الآن مصر تنتخب. الحقيقة احنا كنا أعلنا أننا سنكون معكم ومن خلال الشارع المصري وتغطية دائمة ومباشرة حول ماذا يريد الشارع المصري من الرئيس القادم. هناك مناقشات حول البرامج الانتخابية المقترحة من كلا المرشحين، هناك مطالبات من الشارع، هناك ملفات لابد من فتحها قبل أن نتوجه جميعا كمصريين إلى صناديق الانتخاب. كل هذا سوف نناقشه معكم خلال المرحلة القادمة. الموضوع الآن أصبح له أهمية كبرى مثل الأهمية التي جاءت من بعد ثورة 25 يناير، لأن مصر كانت تنتخب رئيسها بالفعل للمرة الأولى. النهاردة مصر بتنتخب من ينقذ ثورة 25 يناير ومن ينقذ الشعب المصري حتى لا تتقوض أهداف وأحلام ثورة يناير. النهاردة نحن نسعى إلى أن يكون هناك الرئيس الذي كنا نريده من بعد الثورة، من يعي أن لمصر دور يجب أن تستعيده، من يعي أن المواطن مطالبات وحقوق يجب أن يحصل عليها، من يعي أن مصر بمواطنيها يجب أن تكون الهم الأول والأكبر دائما. سنحاول أن نتعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين الاثنين، ونحاول أن نناقش أهم النقاط التي سوف يتحاورون حولها واللقاءات التي سوف يعقدونها في محاولة لنقل الصورة كاملة للمواطن حتى تكون لديه الحرية الكاملة في اختيار من يريد رئيسا له. وبدأ مشاهدينا العد التنازلي لثاني انتخابات رئاسية في مصر في أقل من عامين ما بين السيد حمدان صباحي وسيادة المشير عبد الفتاح السيسي، ما بين النجمة والنسر، ما بين هنكمل حلمنا وتحيا مصر. وفي الأول وفي الآخر أكيد كلنا كمواطنين بنسعى إلى تحقيق أهدفنا، إلى تحقيق تنمية أكثر لمصر، إلى تحقيق تنمية أكثر أيضا خاصة لكل مواطن فينا، وبندور مين هو المرشح اللي هيقدر يحقق هذه الأحلام وهذه الطموحات ويتقدم بمصر. أكيد ملفات كثيرة جدا بتشغل بالنا، يمكن على رأسها ملفات اقتصادية، ملفات أمنية، أيضا ملف نهر النيل، وهو بالتأكيد ملف هام جدا بيشغل بالنا جميعا. كل ده من خلال الدعاية ومن خلال اللقاءات اللي بنشوفها والبرامج اللي بنقراها للمرشحين الاثنين اللي موجودين في السباق الرئاسي. أكيد بنبحث هذه البرامج، بدأت الدعاية، بدأنا نتابع البرامج واللقاءات، وبيبدأ كل واحد مننا أنه يشوف مين المرشح الأمثل من خلال هذه اللقاءات. هي هناك حملة رسمية وهناك أيضا حملة شعبية، قد يكون هناك مناظرة بين المرشحين وقد لا نجد هذه المناظرة، ولكن من خلال الشارع المصري ونجري بعض المناظرات البسيطة لآراء مختلفة من مواطنين مصريين بيخوضوا حملات تعتبر حملات شعبية. هيكون معانا النهاردة في لقائنا ونقدر نجري مناظرة بسيطة من خلال الشارع المصري، ولكن الحقيقة ضيوفنا هم يعني منهم دكتور جمال زهران، طبعا ضيف دائم مع برنامج الشارع المصري، دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وأحد أعضاء الحملة الانتخابية الشعبية لسيادة المشير السيسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك الزهران. معنا أيضا وأول مرة تكون معنا أستاذ هاني خرشد، عضو حزب الدستور وموقف حضرتك الرسمي لدعم السيد حمدين صباحي. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. الحقيقة النهاردة وإحنا بنتكلم بنقول دائما الأهداف العامة لأي مرشح لمنصب بتكون هي الأهداف التي يعني بيقولها الجميع. ما أعتقدش أن في حد هيطلع من كلا المرشحين عشان يقول أنه مش هدفه إنماء مصر وتعمير مصر وتنمية مصر وحقوق المواطن و و و و. أعتقد أنها الأهداف العامة التي يتفق عليها كلا المرشحين، مش هيكون فيها خلاف. ولكن بالتأكيد يجب أن نناقش المنطلقات التي يستطيع كلا المرشحين أن يحقق من خلالها هذه الأهداف. يعني أنا ممكن نكون لدي الرغبة في أن أنا أنمي هذا المكان الذي أعمل فيه، وتتفق معي زميلتي رانيا في نفس التوجه، مش هنختلف فيه، ولكن أيا منا يملك الأدوات الحقيقية ويعي الواقع الذي نعيشه هنا سيكون الفارق. أنا هبتدي بأستاذ هاني. حضرتك حزب الدستور أعلن بشكل واضح موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى هذا الأساس بتتحركوا على أرض الواقع من خلال موقفكم المعلن. على أي أساس بني هذا الإعلان وهذا الاختيار؟ يعني بداية طبعا الاختيار هو يعني متوافق مع
مع أهداف حزب الدستور والأسباب حتى اللي تم تكوين الحزب من خلالها، اللي هو السعي لإنشاء دولة مدنية. فكان الإعلان الواضح من البداية أن حزب الدستور إذا دعم أحد المرشحين للرئاسة فسوف يكون مرشح مدني بدون أي مناقشة. لما تم تصويت داخل الحزب بحكم أن حزب الدستور قوامه من الشباب، بحكم أن أغلب الشباب أو أغلب أعضاء حزب الدستور من الشباب المنتمي أو المؤمن بثورة يناير، فكان نسبة التصويت الطبيعية تجاوزت أكثر من 60% أو 70%، يعني أعتقد كانت حوالي 70% تأييد ترشيح حمدين صباحي. نسبة قليلة جدا قالت تأييد المشير عبد الفتاح السيسي، وحوالي 20% أو حاجة 20% قالوا مقاطعة. فده كان شيء طبيعي، فكرة أو يعني دعم حزب الدستور كان لحمدين صباحي أعتقد يعني كان أمر طبيعي وأمر متوقع جدا. يعني المرة اللي فاتت لما سيد حمدين صباحي رشح نفسه، حضرتك رشحته؟ طبعا في الجوله الاولى، في الجوله الاولى طبعا. طبعا في الجوله الاولى رشحت. طب كان سؤال عابر كده. في الجوله الاولى طبعا رشحت حمدين صباحي، وبرضو سعيا للدوله المدنيه اللي احنا كلنا بنحلم بيها، اللي احنا شايفين ان هو دوت الاصلح لبلادنا. مقتنع ببرنامجه الانتخابي؟ طيب ندخل على البرنامج بس ننتقل بقى. طالما ذكرنا كلمة الدولة المدنية، فليه نقول بس للمشاهدين ليه دولة مدنية وليه بنرفض الدولة العسكرية أو الدولة اللي بيرأسها رئيس حتى من أصول عسكرية؟ يعني إحنا لو قلنا العالم كله متفق على إن صناعة مثلا السيارات هي من الصناعات اللي يعني بتقوم باقتصاد أي دولة، وهي صناعات من الدول المتقدمة اللي بيقوم بيها. لو جه حد النهاردة وقال لا أنا بقى شايف إن إحنا هنعمل حنطور، إزاي؟ يقول لك لا ده إحنا مصر كنا رواد في الحنطور والحنطور ده. طب انت بتتكلم في حاجه في القرن الماضي او قبل الماضي كمان كانت ممكن تنفع، لكن في الوقت الحالي ده اثبت فشله وبقى في حاجه افضل منه. فده بالظبط نموذج الدوله العسكريه والدوله المدنيه. الدوله العسكريه هي دوله اثبتت فشلها في جميع دول العالم، فشلها اقتصاديا، فشلها في رفع مستوى معيشه المواطنين، فشلها في تحقيق اقتصاد قوي، نماذج عديدة يعني نقدر نذكرها. طب أنا هستأذن حضرتك، لأن دايما لما بيقال ده من جانب حملة السيد حمدين بيقال على طول أنتوا، طب ما احنا بنقول عبد الناصر، زعيم عبد الناصر رحمة الله عليه، ما كان ذو خلفية عسكرية وكان رجل عسكري، ويعني احنا دلوقتي كمؤيدي السيد حمدين بتؤيده يعني فكر أنه هو بيتضمن فكرة زعيم عبد الناصر. لا، هو حمدين صباحي هو شخصيا نفسه مؤمن بفكر عبد الناصر ده، بيعيد اجزاء منه من خلال في فرق كبير بين ان انا اكون مؤمن بالافكار وان انا اكون من نفس الـ 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 نقول المدرسه او من نفس المنبع ذاته. يعني ايماننا بافكار غاندي مش معناه ان احنا هنعتنق الهندوسيه، ايماننا بافكار مانديلا مش معناه ان احنا يعني مش معناها ان كل عسكري فهو فاشل. طيب خلينا نضرب نماذج، نقول مثلا احنا لو اتكلمنا في نماذج دول تحولت من النظام العسكري الى النظام المدني وكان نجاحاتها عديدة في امريكا الجنوبية طبعا، البرازيل، تشيلي، الارجنتين، في اوروبا عندنا اوروبا الشرقية، تركيا. خلينا بقى في نموذجين اعتقد يعني محدش يختلف عليهم او ما يختلفش عليهم اتنين. احنا في عندنا دولة كان اسمها دولة كوريا، انقسمت نصفين بقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. يعني طبعا يعني نسأل الله يعني السلامة معك أستاذ سياسة لمصر طبعا، يصحح لي أي معلومة يعني طبعا ما فيها طبعا. انقسمت نصفين ما بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. كوريا الشمالية هي دولة عسكرية قوية عسكريا جدا، لكنها من أفقر دول العالم. يعني مش هقول لك بقى كمان انتهاك الحريات إلى آخره اللي بيحصل في كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية هي دولة مدنية، هي سابع اقتصاد عالمي او سابع اقتصاد على مستوى العالم. الاثنين ارض واحده، موارد واحده، شعب واحد اتقسم نصين. ده اختار الطريق المالي، ده اختار الطريق العسكري، ودي النتيجه. عندنا الهند كانت نفس الكلام، انقسمت نصفين بقت باكستان وبقت الهند. دي اديرت بحكم عسكري ودي اديرت بحكم مدني، وكانت النتيجه الهند برغم تعدداتها والعرقيات اللي فيها وكم المشاكل والحاجات اللي ممكن تعوق نمو دولة، الحمد لله ما عندناش تقريبا حاجة منها، رغم كده بقت من يعني من الدول الفضائية، من الدول النووية الهند. فإذا جميع النماذج
اللي تحولت من الدولة العسكرية إلى الدولة المدنية هي نماذج ناجحة. لا نرى نموذج عسكري واحد في العالم حاليا يحقق أهداف الثورة اللي نزلنا ليها إحنا والأستاذ جمال طبعا، يعني ده حد من الناس يعني زملاء الميدان يعني، والناس بتشرف بيهم. مفيش دولة عسكرية بتحقق لا حرية ولا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية ولا حتى العيش، مش معناه طبعا العيش اللي احنا نزلنا له مش رغيف العيش، هو العيش للمواطن اللي بيليق بكرامة الإنسان. مفيش دولة عسكرية بتحقق الكلام ده. أروح للأستاذ جمال، وحضرتك طبعا في عدة نقاط من اللي قالها معنا الأستاذ هاني حاليا يعني ذكرها في أسباب اختيار دعم حزب الدستور أو دعمه هو شخصيا لأحد المرشحين. لماذا اختار الأستاذ جمال زهران أن يدعم الحملة الأخرى والمرشح الآخر، والنقاط التي أثرها حول الدولة المدنية والدولة العسكرية تختلف أم تتفق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا مفيش حاجة اسمها يعني دولة عسكرية ودولة مدنية. التقسيم ده تقسيم يتعلق بمن يخرج بالثورات او بمن يقوم الانقلابات، يعني النماذج اللي بيشير ليها او بعضها اللي بيشير ليها الاستاذ هاني متعلقة بتعرض الدولة لانقلاب عسكري، وبالتالي العسكريون هم بأنفسهم هم الذين يديرون الدولة. يعني مثلا بعد 11 فبراير 2011 بعد سقوط مبارك اللي أدار الدولة في خلال الفترة الانتقالية إدارة عسكرية، لأن رئيس المجلس العسكري اللي هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو اللي كان بيدير البلاد وهو رمز البلاد. وعلى فكرة ما كانش حد بيرفضه ساعتها، وما كانش حد كمان بره بيرفضه، وكان نقل السلطة غلط من الأصل. وقلنا ساعتها الكلام ده في الميدان، نقل السلطة من مبارك إلى المجلس العسكري جريمة سياسية كويس وخطأ دستوري، لأن كان لازم السلطة تبقى لرئيس المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة. وقلنا الكلام ده لازم هو اللي ياخدها وبعد كده احنا كمدنيين نتصرف، يعني بعيد عن السلطة العسكرية. إنما لما واحد بيخلع بدلته العسكرية بيصبح مدني، زي مثلا قاضي، مش هنقول الدولة القضائية، إن واحد من أصول قضائية يترشح نقول ده بقت الدولة هتبقى قضائية، واحد مثلا من جامعة يبقى الدولة الجامعية. ما ينفعش نقول هذه المصطلحات بعدم تدقيق يعني، لكن اللي يحكم لازم تكون السلطة العسكرية عشان نقول ان الدولة دي عسكرية. في بقى اشخاص من اصول عسكرية اللي هو بينتمي ليها المدرسة، زي المرشح السيسي او فتاح السيسي، ده من اصول عسكرية، وعبد الناصر من اصول عسكرية، السادات ما كانش من اصول عسكرية اصلا، يعني ده مرفوض من الجيش اصلا اللي تعرضوا ليه مشاكل مع الالمان وقصه طويله. ها حسني مبارك كان من مدرسه عسكريه وبقى مدني وبقى نائب رئيس جمهوريه، وبعد كده شفنا احنا اللي حصل. فما نجيش نقول ان التفرقه، يعني مثلا كان البرادعي دايما يتكلم بالكلام غلط، يقول لك احنا محكومين عسكريا من سنه 52 60 سنه، وصححت له تقول يا ريت نتكلم كلام ادق، لان انت معنى كده بتحط كله في قفص واحد، فلا يجوز هذا الكلام. وبعدين اقوى الدول اللي على السطح الان منها امريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا كانوا اساسهم عسكريين. يعني هتلر ده هو الذي اسس للدوله، صحيح دخلهم في حرب لكن بعد كده قعدوا بناء نفسه. وبعدين ديغول نفسه عسكري، ازنهور عسكري واسسه للدول دي. يعني لانه ايه بقى سر، ايه سر قوه الشخص اللي بياتي من اصول عسكريه؟ انه اكثر انضباطا. طب استاذ هاني مثلا يقول لنا كده واحد مدني من المدنيين يصلح لاداره الدوله، طب ما جه مرسي مدني وفشل، ما هو ده مدني. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني الفكره يعني فيها مش قضيه مدني كاستاذ، يعني مش قضيه مدني وقضيه عسكري، يعني انا مش عايزين نصدر المصطلحات ديت، لان لو اتكلمنا عن حزب الدستور هنتكلم الدستور له موقف اصلا من 3/7 هي مصطلحات ومن ادارتها، وبالتالي على هذه الخلفيه مش على اساس انه ده عسكري وده مش عسكري، دي خلفيه اخرى كويس هيتراجعوا فيها بس بعد ما نخلص. يعني كأستاذ علوم سياسية عايزة يعني أعرف رأيك، بحدد لك المصطلحات. إن جينا في فترة ما كان هناك البعض اللي بيرفض الحكم العسكري وبيطالب بحكم مدني، في حين أنه ممكن في هذه المرحلة يكون بيرشح يا أستاذ رانيا ما فيهاش تناقض، وهو مقتنع. ما هو فيهاش تناقض، ما أنا مقتنع، ما أنا مقتنع، بس أنا مش ما فيش تناقض.
طب ليه؟ ده يعني ده واحد من الاصول العسكريه، هو واحد جاي من الاصول العسكريه دلوقتي يقول لك لا يا استاذه رانيا، واحد جاي من الاصول العسكريه راجل استقال وقلع بدلته ما بيحكمش عسكريه خلاص. اللي كان بيحكمنا في الفتره الانتقاليه الشهور الماضيه رئيس المك ولم ياتي بانقلاب عسكري. اللي كان انا بكمله، اللي كان بيحكمنا في الفتره اللي فاتت وحتى الان رئيس المحكمه الدستوريه هو شخص مدني، مفيش حكم عسكري. يعني افصل هنا ما بين حكم عسكري وما بين شخص. يعني لو البلد لو البلد جه هو اللي كان بيدير كنا هنقول بقى شخص مدني. ما هو ده عايزين نبعد عن الاشخاص، عايزين نتكلم في المفاهيم عشان ما نصدرش للراي العام كلام فيه مغالطات فتدي انطباع ان الراجل ده عسكري فوحش، وبعدين يقوموا رابطينه مثلا بايه بعض المسالب اللي جه بيها المجلس العسكري في الفتره اللي فاتت فيبقى ده وحش. يعني يبني على تصور خاطئ بيوقدنا الى نتائج خاطئه. فانا يعني عايز اقول نفصل هذه المساله. الراجل دلوقتي المفروض بقى مدني، خرج من القوات المسلحه، قلع بدلته عسكريه وترشح وبقى شخص مدني، مفيش داعي للتجاره. اللي يتاجر هو اللي بيخلق يعني انا بقى انتسب انا للنصريه، انا راجل اصلا تفكيري قومي ها، وبنتسب لفتره 23 يوليا، وما حصلش في ال100 سنه اللي فاتت اللي في القرن العشرين مصر خرجت للوجود الا بعد 23 يوليا بالعسكريين وتجربه ناجحه. ما هيش حد يجي يقول لي مش تجربه ناجحه، يعني ازاي انا اصدر الراي العام ان دي ده هي التجربه المضيئه اللي في مصر، ده احنا اللي عايشين بيها، ده احنا دخلنا حاله حروب بالقطاع العام وباختيار الاشتراكي لعبد الناصر. ها طب ال 50 52 سنه من 1900 ل 1952 فين الدوله؟ كانت الدوله نصف في الميه، كانت الاغنياء، كان كذا، وكان الليبراليه مزيفه. ها فيعني حاجه غريبه يعني. فكل يعني احنا يعني هو الاراء هتكون يعني ممكن تكون متناقضه في كلام الحاج بتقول. انا مش عايز اصدر للراي العام ان المعركه دي ما بين مدني وعسكري، ده خطر كبير جدا جدا. ده كده احنا بنزيف الوعي العام عند الناس. احنا دلوقتي قدام اتنين مرشحين نحكم على معايير موضوعيه. ازاي احكم على مرشح ان هو حكمت حضرتك ازاي وبناء عليه عملت قررت اختيارك حضرتك؟ لا انا من الاول يعني انا من الاختيار كيف بنيت اختيارك؟ انا بختار لاني انا الجو العام اللي احنا فيه بيسمح لي ان انا اختار المرشح الاقوى اللي يستطيع ينجز اكتر للثوره اللي احنا قمنا بيها. عندنا ثورتين، ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو. لو ما كانش 25 يناير ما كانش هيبقى فيه 30 يونيو، لان ده تم تصدير الاخوان عبر صفقات ما بين الاخوان والاداره الامريكيه واللي بيشيعوهم طبعا، وما بين المجلس العسكري الشق اللي في المجلس العسكري. في المجلس العسكري ده شقين، واحنا كنا في لقاء مع المشير ورجعت في هذا الكلام معلوماتي دقيقه. كان 19 عضو في المجلس العسكري، كان في 12 منهم برئاسة سامي عنان وهاجمته هجوم عنيف جدا في اكثر من برنامج، دول كانوا مع تصدير الصفقة بتاعة الاخوان، وسبعة منهم دول كانوا ضد تصدير الاخوان للمشهد السياسي. يعني الاخوان دول ما تصدروش كده عبر الصناديق، ده كل ده تزييف وعي. السبعة دول منهم السيسي، وبطمن شعب مصر بقى على هذا الكلام ان اللي بيحكم مصر الان وقادر على حمايتها، اللي بيحمي مصر الان في الجيش الوطني المصري هم من السبعه. عبد الفتاح السيسي واحد منهم خرج، لان عبد الفتاح السيسي كان ضد تصدير مشروع الاخوان وصفقته، وانا بتكلم كلام مسؤول ومعلومات دقيقه، ما بتكلمش ايه عشان في برضه ناس تقول لك لا ما هو المجلس العسكري كله ومنهم عبد الفتاح السيسي. طب ما هو المجلس العسكري المباركي، ما هو عبد الفتاح السيسي معاه كان مع مبارك. طب ما انت اللي بتشوفوهم يعني على المسرح تتحسن حضرتك بقى عشان انا بس عشان ايه نبقى كده كده. حضرتك حطمت له عمودين من اعمده الحمله لترشيح السيد حمدين صباحي، ان المرشح الاخر عسكري وانه كان من النظام السابق او الاسبق. يعني هو ما كانش عسكري المرشح السابق، هو كان عسكري وبس. دكتور جمال بينفي او متحفظ على لفظ ان انا اقول دوله عسكريه، ما تزعلش، دوله يحكمها جنرالات سابقين. لا يوجد يا شعب مصر، ما فيش. لو احنا طموحنا ان اقتصاد مصر كان يبقى من احسن 10 دول في العالم، لا، انا اقول لكم لا يوجد على مستوى 30 اقتصاد او اقوى 30 اقتصاد في العالم، اقوى 30 اقتصاد قوي في العالم، لا يوجد فيهم دوله واحده يحكمها جنرال سابق، الا طبعا باستثناء روسيا، ودي وضع استثنائي. واسرائيل والاثنين اعتقد واضح احنا ما ينفعش نتقارن بيه الوضعين.
تمام. فاذا على مستوى الدوله الروسيه، لا روسيا 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 حضرتك الدوله الروسيه دكتور جمال، دكتور جمال احدى الدول الثلاثه الكبرى دكتور جمال، دكتور جمال حضرتك عارف روسيا دي وريث ايه؟ دي وريث دوله عظمى، دي وريث الاتحاد السوفيتي. معلش مش الراجل اللي بيحكمها راجل اصوله عسكريه؟ ايوه بوتين ولا حنيسه؟ روسيا هي اصلا، بس انت قلت ولا ما قلت باستثناء روسيا، ولا ماليش دعوه، انا قلت باستثناء ده، استثناء بياكد القاعده. روسيا واسرائيل مفيش، خلينا متفقين على دي حاجه، ما اعتقدش حضرتك شايف ان اسرائيل مش دوله قويه ينكرها. إسرائيل لديها ديمقراطيه على ارض واقعها هي. بص حضرتك مصر دكتور جمال هتبقى نموذج واستثناء، انا ما هقطعك عسكريا دكتور جمال، زي يعني حضرتك خدت الكلمه اكتر، انا هرجع لحضرتك دكتور جمال حضرتك برضه، حضرتك تحفظ على اي حاجه انا عايز اقولها، اتفضل ما تضيعش حاجه، اتفضل حاجه تحفظ على اللي انت عايز تقوله، وبعد كده حضرتك نقول، بلاش نقول مفاهيم، نضرب بقى نماذج ونضرب امثله. كلنا عايشين في مصر، كنا قبل الهوا بنتكلم على الاحياء واللي بيحصل، وبنشيد بالعمل محافظ القاهره في ظل احياء فاسده على مستوى الجمهورية يرأسها جميعا لواءات، جميع أحياء جمهورية مصر العربية يرأسها لواءات يديروا مهندسين، وهي أحياء فاشلة. ده كلام واقعي. نتكلم لو عايز حضرتك تتكلم على ندي نماذج، الجيش المصري في ظل حاكم ملك كان بيحكمه وصل لحدود تل أبيب، الجيش المصري في ظل قيادة عسكرية بتحكمه راحت مننا سينا واستعدناها يعني في ظل قيادة عسكرية والحمد لله واستكملنا. فإذا خلينا نقول بصرف النظر عن الآخر، أنا دلوقتي محافظ القاهرة عسكري. خلينا يا جماعة والله أرجوكوا، والله أرجوكوا ناخد محافظ القاهرة عسكري، ومعظم محافظينا مش عسكريين، ومعظم محافظينا مش عسكريين. أنا رئيس حي شرق شبرا خيمة دايرتي، ورئيس حي غرب شبرا خيمة، ورئيس مجلس المدينة مش عسكريين. هو على فكرة سواء يعني هو احنا ده جيش يوغوسلافيا، ده كان قائد جيش او كان وزير الدفاع اليوغوسلافي وجايبينه يحكم مصر، في الاول وفي الاخر هو مصري، يعني اتفقنا او اختلفنا، لكن احنا بيبقى في وجهات نظر مختلفه لازم نعرضها للمشاهدين، تبقى الناس بتستوعب وفاهمه. يعني احنا لما متحفظين على مرشح عسكري لينا اسبابنا، ملهاش علاقه الاسباب دي بان احنا او يعني او تشوب شائبه من انتمائنا لبلدنا او من حبنا او امنياتنا ان يكون جيشنا احسن جيش في العالم. لكن احنا بنرى ان وجود رجل ذو خلفيه عسكريه في مساوئ اقتصاديه على الشعب المصري كبيره. طيب ممكن بعيدا عن المرشح الاخر اعرف دلوقتي برنامج السيد حمدين صباحي، لو هتقنعني بيه دلوقتي هتقول لي ايه؟ بص حضرتك انت يعني في البدايه انت قلتي يعني الاثنين مرشحين متفقين على اهداف في البرنامج بتاعهم، ما حدش هيختلف عليها، من تنميه الى استثمار الى الوسيله. بص حضرتك يعني اي مرشح رئاسي بيكون بوابه لمن خلفه اللي هم اللي هيساعدوه في تحقيق اهدافه. حمدين اعتقد اعلنها واضحه وصريحه، الكفاءة والشباب. يعني أعتقد دي بدون حمدين ليس لديه أهل ثقة يستطيعوا أن يديروا الدولة ويرجعونا تاني لزمن إدارة أهل الثقة زي ما كان في زمن حسني مبارك. ده على عكس وجود المشير عبد الفتاح السيسي، لأن لديهم من أهل الثقة طبعا كثير بحكم كونه رجل يعني خارج من المؤسسة العسكرية، فقد يصيب منهم البعض وقد يخطئ منهم البعض. يعني احنا ما في نماذج عسكريه في مصر ادارت محافظين واداروا منشات واداروا هيئات وكانوا يعني اعتقد من نماذج اللي نرفع لها القبعه. لكن فكره المطلق دي ده الخطا، ان انا اقول في المطلق ان لا يصلح لقياده مصر الا رجل عسكري، ان لا تصلح لاداره المؤسسات المصريه الا قياده عسكريه. يرجع تاني لفكره اصل احنا شعب ما ينفعش ان حد يديرنا الا بالحزم وبالشده، كل الكلام ده كله خطا. اعتقد في حوار المشير عبد الفتاح السيسي نفسه نفى اهميه وجود حاكم عسكري لحفظ امن مصر، هو في حواره صحيح. لما هو قال ان العمليات اللي كانت بتتم في سيناء، لما سالوا ابراهيم عيسى او لميس مش فاكر مين فيهم، فلما سالوا العمليات اللي كانت بتتم في سيناء كانت بمباركه الرئيس
او الرئيس كان هو بيقول لكم على ده وهو بيشجع ده او طلب منكم دوت، فكان رده القاطع والواضح قالوا ده امن قومي، ده بقى شغل الجيش. اذا ده شغل الجيش، الجيش قام بيه، واحنا عندنا رئيس المفروض انه خائن، او احنا عندنا رئيس المفروض ان هو ضد اللي بيحصل في سيناء، ورغم كده الجيش قام بدوره. فاذا انا مش محتاج لرئيس عسكري عشان لما يبقى في عندي خطر في سيناء او في عندي خطر في ليبيا. طب ده برضو بعيد عن برنامج السيد حمدين صباحي، تمام؟ خلينا في البرنامج. طيب يبقى البرنامج نرجع لحمدين صباحي. حمدين صباحي زي ما قلنا كل مرشح هو بوابه لمين ممكن يدخل يساعده في تحقيق اهدافه الى اخره. حمدين صباحي بخلفيته اليساريه او الناصريه فهو طبعا منحاز انحياز يعني ما حدش يشك فيه للمواطن الفقير، وهو اعتقد شخص يعني من الناس اللي عاشت او اقتربت جدا من المواطن المصري. هيعمل له ايه؟ اعتقد هيكون هو الاقدر على تحقيق العداله الاجتماعيه بمفهومها، بعيدا عن الوساطه، بعيدا عن المحسوبيه، بعيدا عن اهل الثقه، بعيدا عن الفساد. الأربع حاجات دولت من أكتر الحاجات اللي بتعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في أي دولة في العالم، وبالذات في الحالة زي اللي احنا فيها في مصر، لأن حمدين هو فاقد للأربعة، يعني ليس لديه أي صلة بأي حاجة من الأربعة اللي احنا قلناهم. ممكن نقول احتمال حتى لو بحسن النية، يعني احنا ما بنفترضش، مش معنى هذا يعني خليني برضو مش معنى ده ان انا بقول ان المشير عبد الفتاح السيسي هو راجل جاي هيرجع الفساد الى اخره، لكن لما نيجي نقول في مؤشرات، في حاجات تخلينا يبقى نستشعر الخطر. لما الاقي نواب الحزب الوطني اكتر من تكتل فيه بيضم اكتر من 200 نائب بيعلنوا صراحه دعمهم للمشير عبد الفتاح السيسي ولحملته، وهو لا ينفي ولا ينكر، فده يخليني ينفي ينكر ليه حضرتك؟ هو بغض النظر عن ان هم نواب حزب وطني الا ما بيحملوش الجنسيه المصريه؟ ده في اخوان بيعلنوا ان هم هيدعموا السيد حمدين. اعلنها صراحه حمدين صباحي، اعلنها صراحه حمدين صباحي، سمعت موقفه من الاخوان خلاص. يبقى كده هم هو قال تحديدا ان كل من يحمل من حمل في يده يوما يعني لا الموقف من الجماعه، لا وجود للجماعه لا حزب ولا جماعه، انتهى الموضوع. نفس الشيء حدث من المرشح الاخر السيد عبد الفتاح السيسي عندما قال 25 يناير ثوره، تمام، 25 يناير مرت بدعم من الجيش المصري بنزوله من يوم 28، تمام. اعلن ايضا انه هو ما عندوش اهل ثقه وانه ما عندوش ايضا فواتير. هل هذه هي اسباب دكتور جمال زهران في رؤيته الشخصيه ان السيد عبد الفتاح السيسي يكون هو المرشح الاكثر ملائمه للرئاسه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا مش عايز انا بعرض المرشح اللي انا اصلا مقتنع بموقفه افضل من انا ههاجم الاخر، يعني ده في تقديري هو الاسلوب الامثل ان انا اوصل. حضرتك اقنعني لماذا اذا كنت بتوجه الان الاختيار للجمهور عشان تقول له لماذا هذا المرشح، تقول له بصرف النظر عن الخلفيات بقى خلصنا الخلفيات. بس في نقطه مهمه جدا. اولا فيما يتعلق برد السيسي في الحوار بتاعه حوالين الجيش وهو بيعمل ايه في سيناء وهو وما سمعش كلام الرئيس وقال دي قضيه امن قومي زي ما تفضل الاستاذ هاني، هو قال كده لانه لاول مره هو ما سمعش كلام الرئيس، لانه الرئيس كان له اجنده مختلفه، عايز ينشئ اماره اسلاميه ويحل مشكله الحماس وهكذا في سيناء ويبيع قناه السويس لقطر وتبقى تحت سيطره استعماريه وبيعيد عصر استعمار، فعشان كده الجيش باحساسه ان دي قضيه امن قومي لازم يتصدى لهذا الرئيس او غيره. فبالتالي مش معناها ان هو فكره حاكم عسكري او غير حاكم عسكري، عايزين نميز المساله ديت بشكل جيد. الحاجه الثانيه ان الاخ حمدين من البدايه على فكره قام بزيارات لعدد كبير من الاحزاب ورفض ان يعترف تحت حتى ضغط الناس الاحزاب السياسيه، الوفد، التجمع، الحزب الاشتراكي، كذا حزب، رؤساء الاحزاب كلمونا وقالوا لنا هذا الكلام، انه رفض يقول على جماعه الاخوان جماعه ارهابيه رغم ان في احكام قضائيه وقرار الحكومه الى اخره. قال لك لا، ودي اجنده امريكيه معروفه، يعني ان هو لازم
وقال لك لا دول فصيل وطني، وقال لك انه لازم يدخلوا العمليه السياسيه، وقال وبعدين لما هو ادرك ان في خطوره في المساله ديت وان ده بيغازل الاخوان تراجع وقال لك انه لا وجود لجماعه الاخوان عشان ما يديش فرصه للخصم. فدي اسمها بنسميها نوع من المراوغه السياسيه في حملات انتخابيه. كل ده هيتظبط وهيتشاف اذا كان مثلا بتوع الحزب الوطني. انا لو مكان السيسي او مكان حمدين او اللي عايز يقول لي انا معاك انا اهلا وسهلا، لكن المشكله اللي اتحاسب عليها هو اني اشرك هؤلاء معايا بعد كده، او ان هم يطلعوا معايا في صوره، او ان اخليهم جزء من حملتي، هو ده اللي يتحاسب عليه الشخص. تعال بقى نشوف مثلا عند حمدين في اخوان بلا عنف، كلمه اخوان هم عايزين كلمه اخوان دي تبقى ظله مستمره في اذهان الشعب المصري، في حين 30/6 الشعب قام بثورته عشان يمحي الاخوان دي خالص، اعدام سياسي اسمه اعدام سياسي. ما يجيش يقول لي بقى فصيل وطني وهنتعاون معاه وهنفسه وبعدين يرجع في كلامه، وبعدين اذا كان بيرجع في كلامه دلوقتي طب انا هثق في وعوده ازاي؟ مش هو هنا 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 فكره ايه بقى؟ هنا بقى السيسي بيقيم او بيقدم نفسه كمنظومه متكامله. واحد ان هو بيعتبر ان الشعب هو العصايه السحريه بتاعته، بمعنى العصايه السحريه اللي بيقول ان الشعب ده اكبر سبيكه عندي، اذا ما احسنتش توظيفه في كل المستويات وفي كل الاعمار وبكافه القدرات والامكانات يبقى انا رئيس فاشل، بمعنى ان هو لازم ينطلق من اساس البشر، دي اكبر ثروه عنده. تحركها تيجي ازاي؟ يتحرك نحو مشروعات قوميه، عايز يشغل الشباب، عايز الى اخر منظومه التنميه الشامله. وده رجل عسكري مقتنع بفكره التنميه الشامله اللي انا كنت بدرسها لهم في اكاديميه مصر العسكريه، اللي هي القوه الشامله. ان مفيش قوه اسمها عسكريه، في قوه شامله فيها البعد الاقتصادي وفيها البعد العسكري، فيها البعد الجغرافيا السياسيه نفسها، فيها البعد الاجتماعي، فيها البعد السياسي. دي قوه لازم يكون عنده منظومه متكامله. فهو بينطلق بهؤلاء الى مشروع كبير نماذج على الواقع، هيقدر يغير نماذج على الواقع زي ايه؟ عشان هيقدر يغير كويس. انا وانت نروح نسال، لا النماذج اللي هتكلم اللي بتقوله النماذج التطبيقيه، نماذج لدول حصل فيها شعبيه. انا بعرض المنظومه، عايز تعمل لي خلل عند الناس في المنظومه ماشي، لا حصل نماذج ايه؟ لا والله بس انا توضيح، عايزين مثال مثال لنموذج المنظومه الشامله حضرتك قلت عليها ديت، بس اديني فرصه اكمل كلام ونجح. فاذا المنظومه ديت هتتحرك على اساس ان هو يقدر يعيد بناء الدوله اللي تعرضت لتجريف وتخريب على مدار ال 40 سنه. ولاحظي من خلال كلامه قال ايه؟ قال 40 سنه، ما قالش 60 سنه زي البرادعي وغيره، قال 40 سنه، لانه كراهيتهم لعبد الناصر شديده. ها ومنها حزب الدستور بيكره الناصريه عبد الناصر بطريقه بشعه. حزب الدستور في ناصريين، وبالتالي في ناس كتير لا ناصريين ولا بتاع، ملهمش علاقه بالناصريه، واخد بالك؟ الحاجه الثانيه ايديولوجي، يعني الحاجه الثانيه ملهمش ولا بتاع، ده كله لا مش بتاع حضرتك، ده حزب. لا لا لو سمحت لا ما نقولش بتاع، بس خليك خلينا بس انت حافظ بس على الكلام، خلينا نتحفظ زي ما انت عايز. المهم ان هو ياخد البشر يدير بيهم الدوله، لانه اهمال البشر في عهد حسني مبارك ده اللي جاب لنا النهارده عندنا 12 مليون عاطل، لانه كان كل همه الحراميه واللصوص الفاسدين، ده انشا دوله اسمها دوله الفساد. فده عشان يعيد توزيع الثروه ويعمل بيها عداله. العداله دي في مفهومها ان لازم كل واحد في الشعب يشتغل، لازم الشباب يشتغلوا، لازم في مشروعات تشغلهم، يعني لازم فرصه عمل. انطلق من البعد الشخصي لما بيقول انا ولادي تقدموا الى اماكن رسميه في الدوله في الخارجيه وسقطوا في الامتحانات، لم اتدخل، معنى ذلك انه لن يسمح ده عمليا بقى. عكس مثلا المرشح الثاني، شوف بنته كانت شغاله فين وبنته كان فين وكذا، يعني لو احنا بنتطرق لده مش هنتطرق لده برامج. بس انا بكلمك على اساس ان هو بينطلق من نحن سنقارن بين برامج عشان ما يقول له طب ما اولاده كانوا شغالين فين، ولاده خرج دخلوا الوظائف دي ازاي وهكذا. فاذا بينطلق من معايير الكفاءه وهو حسم هذا الامر، وتسال السؤال ده، هل هتعتمد على الكفاءات ولا هتعتمد على الثقه؟ قال له الكفاءه، لدرجه ان اتكلموا على اللواء محمود نصر اللي هو بقى اصبح رئيس اركان، قال له ده ملوش علاقه، لان الجيش مؤسسه ملوش علاقه بالعلاقات الشخصيه، مش ممكن حدي قياده منصب قيادي لواحد قريبي ولا نسيبي ولا لا، مفيش كلام من ده. ده دول من السبعه
بذكرها وبذكر الراي العام، دول من السبعه اللي ضد تصدير مشروع الاخوان. وانا بتكلم عن اللي هم ساهموا فيه واللي ساهم فيه البنادعي بالمناسبه اللي هو انشا حزب الدستور، بس عشان نبقى الامور واضحه. ها فعايز اقول ان هو بالتالي هيعيد بناء الدوله بناء على الانطلاق من البشر، توظيفهم في مشروعات قوميه كبيره يقدر يواجه بيها. مضطر بقى يعمل ايه؟ لازم يبقى عنده ثروه، عشان الثروه الماديه، فالثروه الماديه هيجيبها بمشروع اعاده توزيع الثروه مره اخرى. وده اللي مش هيوافق على الدستور، ولا هيوافق عليه الوفد، ولا هيوافق عليه الاحزاب الليبراليه اللي هي زي ما عمل عبد الناصر انطلق من بعد 48 يوم لان الناس مش حواليه، عمل مشروع اصلاح الزراعي اللي هو كان مطروح قبل الثوره ومرضوش، والوفد مرضيش ياخده ومرضيش ينفذه عشان هيقترب من الاقطاع، فهو عمله بقرار. فاحنا مستنيين هذا المشروع. عنده مشروع تنموي كبير في مصر في سيناء، عنده اقليم قناه السويس، عنده حلايب وشلاتين، عنده التنميه الشرقيه والتنميه الغربيه. التنميه الشرقيه كلها اولويه كبيره جدا، تنميه سيناء هتحقق لنا بقى فوائد للعسكريين، لان كل ما كان في كثافه بشريه، دي قاعده في المسائل العسكريه، كل ما كان احنا اكثر حمايه للظهير المدني وراء، لانه المدنيين اللي بيتقدموا للصفوف في سيناء وبنعمل تنميه شامله تقدر تعود. طب استاذن حضرتك عشان وقتنا ملايين. عشان الاستاذ هاني ايضا يتحدث بيؤخذ زي ما قال يمكن دكتور جمال بيؤخذ على السيد حمدان صباحي انه بالفعل في برنامجه بيتحدث عن توزيع للثروات، ما بيقوليش انه انا هقوم البطاله بشكل العمل، بان انا هخليك تعمل، يعني اعطني سمكه او علمني الصيد ولا تعطيني الصناره. فهنا دي ايضا نقطه ضعف بتوجه ناحيه السيد حمدان صباحي، انه انت هتدي الناس في فرق حضرتك، في فرق حضرتك ما بين توزيع الثروات القادمة وتوزيع الثروات السابقة. لا ده يبقى كده حاجة بتكلم على تأميم، وده ملوش أي علاقة خالص ببرنامج حمدين. لا خالص خالص، هو بيتكلم على الثروات القادمة. مصر لسه فيها خيرات كثيرة، واللي سرق واللي نهب لسه ما أعلن في محاسبة طبعا، وأعلن رغم انتمائه اليساري إلا إن هو مع التنمية الرأسمالية العادلة للمجتمع، ده أعلن عنه بوضوح، يعني إن هو ما قداموش خيار تاني غير المشاريع الاقتصادية العملاقة والتنمية على جميع المحاور اللي اعتقد المتفق عليها الجميع، وفي دراسات كثيرة يعني من قبل يعني حتى 30/6 وموجودة وهتتنفذ. ده دي ما فيش فيها، لكن هل مين عنده الآلية، مين اللي عنده المقدرة، هو ده المحك. ما هو احنا قلنا الآلية، انا النهاردة طالما انا ارتضيت، يعني نقول الجيش المصري في تعداده هو 500,000، فكون ان انا احصر القيادات من هذه الشريحه مع كامل احترامنا ليها، يبقى انا بحجب عن بقيه 99% من الشعب المصري فرصتهم او ان هم يقدروا يخدموا البلد، ونقدر اطلع كوادر. جميل. هو دلوقتي اصبح رئيس هيعمل ايه؟ ما علينا بقى من انه في ايه بالظبط، او في كذا، لا في اليات بقى اصلاح اقتصاد ضد البطاله، كل هذه الاليات بنتكلم في ملف الاقتصاد حاليا. هنقول اقتصاد، وبرضه الدكتور جمال يصحح لي الكلام دوت اذا كان في حاجه خطا. لا مش هيصحح حضرتك، هتعمل برنامج. طيب. اللي اقنعك انت شخصيا عشان تيجي. طيب. تقنعني بقى. تمام. انا النهارده طالما احنا شعب فيه اكتر من 40% او حوالي تقريبا 40 او 30% تحت خط الفقر، ونسبة 3-4% تحت الفقر المدقع كمان، فبالتالي احنا البعد الاجتماعي ما ينفعش ان احنا نغفله. البعد الاجتماعي في تحقيق التنمية ما ينفعش ان احنا نغفله، يبقى في بعد اجتماعي موجود، الحفاظ على الدعم لمستحقيه، الحفاظ على الدعم لمستحقيه، ده اعتقد من الثوابت اللي عند حمدين صباحي في البرنامج بتاعه. إتاحة الفرصة للتنمية للشعب المصري وليس أو دون أي تصنيف فئة عن فئة، زي ما طلعنا من الجماعة والشعب دخلنا للجيش والشعب، فيبقى التنمية متاحة للجميع وليست لقطاعات معينة من المجتمع. هو ده اللي ممكن يقوم البلد، الشعب كله هو دوت اللي ممكن يقوم البلد. لكن فكرة وجود أو قرارات أو أمنيات زي ما دكتور جمال تمنى بمشروع الاستصلاح الزراعي واقتطاع من أراضي ناس وتوزيعها على الناس، الكلام دوت ما ينفعش خلاص، الكلام دوت ما ينفعش على مستوى العالم. لكن المخطئ
اللي خد حتة أرض مش من حقه أعتقد ده أكيد هيتحاسب. ويعني يعني اللي يحارب الفساد اللي هو إيده لم تلوث بالفساد ومثبت بهذا، فخلاص يبقى ده أنا أثق فيه إنه بالفعل هيقدر يحارب لي الفساد. بص حضرتك، أولا أنا قبل ما حضرتك تسألي أنا ما بدعوش للتأميم ولا بتاع، أنا بدعو إلى رد حق الشعب. لما عبد الناصر جه عمل رد الملكية للشعب، أموال الشعب، كل ما على الأرض من مال والشعب، ومن أساء استغلال، من أساء استغلال هذه الأموال اللي هي ملك الشعب لابد أن ترد للشعب. يقولوا لي تأميم، يقولوا لي غير تأميم، أنا مش دعوة. اللي أنا شايفه من برنامج السيسي أنه الدولة سوف تنذر ثم تتدخل، وأنه بيرى أن في دور واسع للدولة، عكس حمدين اللي بيقول لك تدمير رأسمالية اللي هو بتاع الفكر الناصري القومي، عشان ما يعني التناقض واضح في المساله. لا ده كلام مخيف، مفيش راسماليه عادله خالص خالص، في راسماليه متوحشه. اوروبا كلها راسماليه عادله. لا طب دي انت بتتكلم باوروبا، اوروبا كلها راسماليه عادله. انت بتتكلم عادل. في اليابان راسماليه عادله، في اشتراكيه قويه بتلزمه يقع في المنطقه كوريا راسماليه. ما تتكلمش عن اوروبا، اوروبا دي عقبال ما وصلت لهذا المشوار دفعت ملايين من البشر عشان تبقى دول. امريكا يعني امريكا الجنوبيه حضرتك راس ماليه عادله، مش غير صحيح الكلام ده. يعني انت بتتكلم، طب احنا قدامنا دقيقه عشان حضرتك. انا عايز اقول لحضرتك ان دور واسع للدوله يقدر يضبط بيه السوق ويتحكم في الاسعار ويتحكم في المشاريع، وهتبقى دوله استثماريه، الدوله نفسها بتستثمر اموال وبتدخل في المنافسه وبترد كل حقوق الشعب مره ثانيه. يعني لما يجي مثلا ناس خدت اراضي بتريليون جنيه، خدتها على اراضي تزرعها، راحت عمليات الكومبوندات ولا بتاع وحاجات زي كده وباعتها بالمليارات، لازم ترد. 26,000 فدان اتخصصوا لشركه كويتيه مش عارف ايه، ها اللي هي بتاعت العياط، دفعوا فيها 35 مليون جنيه، دي قيمتها 200 مليار. على فكره مرسي كان عرضوا عليه 100 مليار، قال لهم خدوا 50، انا هاخد 50 للجماعه و50. حتى بيسمصر على الدوله، بيسمصر على الشعب من اموال الشعب مرسي وجماعته. فاللي انا عايز اقوله ان احنا قدام مشروع متكامل يقدر يعيد الاعتبار للمواطن المصري، يقدر يعيد الاعتبار للشباب المصري. الكفاءة هي المعيار الاختيار. لن نسمح جنب السيسي، وهنقاوم السيسي لو حصل انه ارتكن لأي واحد من رموز مبارك. وده احنا خدنا حكم امبارح باستبعاد جميع رموز مبارك من العملية السياسية، وهو ده اللي بينجح الثورة. وغير كده اللي يقول لك لا وحق المواطنين والجريمة، احنا في ثورة، ما يبقى كده منطلقه من الثورة. احنا في الثورة ولازلنا في الثورة، وهنفضل نقاوم ونغير بالثورة اللي هي إرادة التغيير. قال كلام واضح ومعه، 25 يناير إرادة التغيير شعب، 30 يونيو إرادة التغيير شعب، الحزب الوطني والإخوان واجهين لعملة واحدة لازم يوزع. هو قال كده السيسي، وهذا كلام التزام عليه. ما يجيش نقول بقى ان هو ده بيقول وعسكري ومش عسكري، احنا على خلفية المنظومة الخماسية: العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية، الاستقلال الوطني. وأعتقد موقفه في إعادة بناء القوات المسلحة في الفترة الأخيرة واللي هي قوات التدخل السريع، وقال إيه بقى داخليا وخارجيا عشان طيب الكل يعرف أن الاستقلال الوطني هيبقى فعل وليس كلام نظري. عموما النهاردة كانت يعني أولى حلقتنا في متابعة الحملات مرشحي الرئاسة في مصر. الملفات التي ستطرح من خلال الحلقات القادمة هي الملفات الأهم بالنسبة للشارع المصري. خلال الحلقات القادمة سوف نسمع إلى صوت المواطن، بعيدا عن كل ده علشان مجموعة الأقاويل واللغط الدائر اللي بيحاول إن هو يثني المصريين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. إذا كنت بتدعم مرشح معين أيا ما كان مرشحك، انزل ودعم مرشحك، بس قبل ما تدعم مرشحك ادعم بلدك. وقوفك قدام الصندوق، صوتك هو دعم ليك ولبلدك ولأهلك ولأسرتك قبل ما يكون دعم لأي المرشحين. لك حرية الاختيار أن تختار من تشاء، لكن علينا أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع. لا ترتكن لفكرة ما أصله كسبان كسبان، ولا ترتكن لفكرة ما أصله ما عندوش فرصة وهيخسر فأنزل وضيع وقتي ليه. محدش بيضيع وقته لما يكون بيدور على حق بلده. وبالتأكيد أمام الصندوق في النهاية نحدد من هو المرشح ومن هو الرئيس القادم. ومعكم حتى هذه اللحظة مشاهدينا من الشارع المصري، في ختام اللقاء بشكر دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، شكرا يا دكتور، وأيضا أستاذ هاني خرشد عضو حزب الدستور، شكرا لحضرتك. وبنشكركم مشاهدينا، والأسبوع القادم إن شاء الله نستمر في يعني عرض الحملات الانتخابية والشارع المصري.